وهو جانب تتولاه او تتحمل مسؤوليته الحكومه، حكومه الشرعيه، وجانب اخر يتحمله مجبورين عليه طبعا الصيادين. الحكومه يجب ان تجعل هناك حدود لهذه القضيه، وهذه حقيقه الدمار الشامل لهذه قضيه الصيادين والعبث بالبيئه البحريه بالثروه السمكيه التي لدينا. الحكومه الشرعيه يجب ان تضع ضوابط امنيه من ناحيه الخفر السواحل وزياده يعني الرقابه الامنيه في السواحل، وعدم يعني الاضرار بالنسبه للبواخر وهذه القضايا كلها. الصيادين طبعا الامر لا حول ولا قوه لهم، الامر مو بيدهم الا اذا تجاوزوا المياه الاقليميه العالميه الدوليه ودخلوا في حدود جيبوتي او الحدود الاريتريا وهذه المناطق، ممكن طبعا يكون فيها نوع من الاضرار او المخالفات والخطوره ممكن نسميها نحن. لكن الذي يؤثر على الجانب الاقتصادي وعلى الاصطياد، صناعه الصيد عندنا في اليمن، هي القضيه الامنيه بدرجه اساسيه. لذلك هذه قضيه محوريه، يجب ان تكون دولتنا حكومتنا قائمه على هذا الامر.